النهارده انا عايزه اعمل لكم شوربه لذيذه جدا جدا ومشهوره، هعمل لكم شوربه الحريره المغربيه. تعالوا نشوف مقاديرنا نبتدي فيها. اول حاجه عندي معلقتين كبار زيت زيتون، عندي 2 بصل مفروم، عندي 2 عود كرفس مفروم، 2 جزر مفروم، 3 فصوص ثوم مفرومين، معلقه كبيره كمون حب، 500 جرام لحمه مفرومه، معلقه كبيره كاري، 2 معلقه صغيره بابريكا، 2 معلقه صغيره قرفه، 2 معلقه صغيره برضو سكر، 2 ورق لورا، 2 معلقه كبيره صلصه طماطم، 4 كوبايات مرقه، كوبايه حمص مسلوق، 100 جرام طماطم مجففه، 300 جرام عدس بجبه مسلوق، كزبره خضراء وبقدونس، وشرايح ليمون أضاليا للتزيين. طيب تعالوا نبتدي. اول حاجه نعملها طبعا ان احنا عايزين هنعصج اللحمه علشان بعد كده لما نضيف بقيه المكونات كلها اللحمه تستوي معاهم وتدي طعم حلو للشوربه نفسها. فهحط زيت زيتون وهنزل فيه على طول البصل والكرفس والجزر، وعايزه اديهم تحميره مع بعض قبل ما انزل لهم اللحم. طبعا الخضار كله لما هيبتدي يخش في السوا هيكش وهيدي طعم حلو قوي قوي للشوربه. احط ملح، احط فلفل، اول ما الخضار بتاعي يبتدي يخش في السوا ويدبل شويه هنزل عليه على طول اللحمه والثوم، عشان الثوم طبعا مش عايزاه يتحرق من ده. هنزل دلوقتي الثوم المفروم برضو اخر تحميره او اخر شويه تحمير مع الخضار قبل ما ننزل اللحم. انا شغاله على نار عاليه، انا مش عايزه الخضار ينزل ميته، فلما انزل اللحمه معايا تتسلق لازم اشغلها نار عاليه علشان لما انزل اللحمه ما يبقاش فيه ميه خالص في الطاسه في الوق، فاللحمه تاخد لون على طول وتتحمر حلو. ننزل اللحمه دلوقتي وهقلبها كويس مع الخضار واتاكد ان مفيش حتت فيها مش متفتته عشان كل اللحمه تستوي. كله على نار عالية عشان كده انا بقلب على طول، مش عايزة حاجة تتحروق ولا حاجة تلزق، بس في نفس الوقت مش عايزة هتنزل مية خالص. هنزل دلوقتي بقى البهارات، ورق اللورا والبهارات بتاعتي كلها. البهارات طبعا الميكس بتاعها ده هو اللي هيدي طعم حلو قوي لشوربة الحرير. كاري، بهارات برضو لما هتتحمر او هتشم النار دلوقتي على طول هتدي طعم حلو قوي للحم. ريحتها طلعت على طول، ريحتها حلوه. هزود دلوقتي معلقه الصلصه او معلقتين الصلصه، الطماطم المجففه والسكر.
كده اللحمة بتاعتي جاهزة ان احنا نزود بقية الخضار. هحط عليها دلوقتي الحمص والعدس وهنزود المرق. هنزود المرقة انا حطيت مكعب المرقه وبزود عليها الماء المغليه دلوقتي لحد ما اغطي خالص كل الخضار واللحمه بتاعتي. طبعا ريحه التوابل كلها مش قادره اقول لكم هتبقى حلوه زي في الشرب. واول ما هنشيلها من على النار هننزل عليها الخضره هتدي طعم حلو قوي كمان. عايزك ازود الخضره دلوقتي شويه وشويه وبعدين نحط شويه على الوش في الاخر. هقلبهم واغرب الشوربه. طبعا ريحه الخضار وريحه الحمص وتحمير اللحمه نفسه مع الخضار والبهارات مدي طعم حلو قوي قوي وريحه حلوه قوي قوي للشوربه. عايزين بقى نزين وشها بشويه خضار وننضف طبق شويه. هحط له حلقات ليمون. طبعا اللي يحب يحط بقى فوق الشوربه ليمون هتبقى حلوه قوي قوي. وهحط له كمان شويه خضره على الوش.